Chapter 1. Lesson 2. Computer System Operations and Interrupt. In this lesson, the following topics will be covered: Computer System Organization, Computer System Structure, Interrupts, Interrupt Handling, Interrupt Timeline, Input-Output Operations Methods, Input-Output Operations Forms. Computer System Organization and Operation. الـ internal organization للـ computer system بتكون من one or more CPU device controllers بيمثلوا كل الـ external devices المربوطين مع السيستم كلهم connected مع سوا من خلال bus هذا الباص بيمكنهم انهم يعملوا access على shared memory الـ input-output devices والـ CPU ممكن انهم يشتغلوا concurrently كل device controller له buffer CPU هي المسؤولة عن تحريك الداتا من المين ميموري إلى البفرز وبالعكس. الـ Input-Output Operation بتكون من الـ Device إلى الـ Local Buffer الموجود في الـ Device Controller والـ Device Controller هو المسؤول عن هاي العملية. بس تخلص عملية الـ Input-Output الـ Device Controller بيبعت Signal للـ CPU عشان يحكي له إنه الـ Input-Output Operation خلصت. هاي السيجنال بسميها Interrupt. الهاردوير انتربت اذا الهاردوير انتربت هو عباره عن سيجنال بيبعتها الديفايس كنترولر الى السي بي يو عشان يحكي لها انه الانبوت اوتبوت اوبريشن خلصت بمجرد ما يصير الانتربت السي بي يو بترجع الكنترول للاوبريتنج سيستم الاوبريتنج سيستم بيوقف السي بي يو والبروسيس اللي كان شغال عليها وبيخزن السي بي يو ستيت في الريجسترز والبروجرام كاونتر اللي بيحتوي على الـ address of the next instruction to be executed وبيروح ينفذ الـ interrupt handler المرتبط بهذا الـ interrupt الـ interrupt handler الـ interrupt handler أو هو نفسه الـ interrupt service routine ISR هو عبارة عن piece of code بيحدد لي شو لازم يصير بناء على هذا الـ interrupt في الـ low addresses من الـ main memory في table اسمه interrupt vector يحتوي على الـ ID تبع كل واحد من الـ devices المشبوكين مع الجهاز ومقابل كل ID الـ address تبع الـ interrupt service routine المرتبط بهذا الـ device في الـ main memory يعني أول ما يصير الـ interrupt بيروح الـ operating system بدور في الـ interrupt vector على الـ ID تبع الـ device اللي عمل الـ interrupt وبيستدعي الـ interrupt service routine اللي موجود في الـ address المقابل إله Interrupt Timeline For example, لو كان في User Process شغالة على CPU وال Input-Output Device كانت بداية Idle في لحظة ما, ال User Process اللي شغالة عملت Input-Output Request بعد ال Input-Output Request بصير لل Data Transfer يعني بتنتقل الداتا من ال Device إلى البفر بمجرد ما يخلص الترانسفير ال Controller تبع ال Device بيبعت Interrupt لل CPU بمجرد ما يوصل الانتربت للسي بي يو بتوقف السي بي يو لليوزر بروسيس اللي كانت شغاله وبتخزن القيم الخاصه بالبروسيس اللي موجوده بالريجسترز والادرس اوف ذا نيكست انستراكشن اللي موجود بالبروجرام كاونتر وبتنتقل لتعمل بروسيسنج للانبوت اوتبوت انتربت اللي صار بمعنى اخر بتنفذ الانتربت سيرفيس روتين اللي خاص بهداك الانتربت بس تتخلص السي بي يو تنفيذ الانتربت سيرفيس روتين ترجع بتحمل قيم الريجسترز والبروجرام كاونتر اللي خاصة بالبروسيس اللي كانت شغالة ونعمل لها انتربت وبتكمل تنفيذ البروسيس من محل ما وقفت يعني من عند الادرس اللي موجود في البروجرام كاونتر وهكذا Determining the identity of the interrupting devices كيف بنحدد مين هو الديفايس اللي عمل الانتربت في عندنا نوعين من الانتربت الفيكتورد انتربت اللي بيكون فيها الـ ID تبع الـ device اللي عملت الـ interrupt included في الـ interrupt signal نفسها. النوع الثاني bullying. في الـ bullying الـ interrupt ما بيكون فيه الـ ID تبع الـ device اللي عملت الـ interrupt. فبيقوم الـ interrupt controller بيعمل bullying يعني بيبعت مسج لكل device عشان يحدد مين الـ device اللي عملت الـ interrupt. Input-Output Methods في طريقتين للـ Input-Output Synchronous Input-Output or the Blocking Method and the Asynchronous Input-Output or the Non-Blocking Method Synchronous Input-Output في الـ Synchronous Input-Output Method مجرد ما Process شغالة تـ
تعمل input output request، هاي البروسيس بتوقف، بصير في wait instruction بتفضي السي بي يو، وبتضل البروسيس تستنى لحد ما تخلص الانبوت اوتبوت، يعني بس يخلص الداتا ترانسفير في الديفايس وبعدها يصير الانتربت وتعمل هاندلنج للانتربت، بعدين بيرجع الكنترول لليوزر بروسيس. في هاي الحاله at most only one input output request ممكن يكون شغال في الوقت الواحد، لانه اصلا ما راح يصير لانها البروسيس راح تستنى. asynchronous input output، في الأسينكرونس لما البروسيس تعمل input output request ما بتستنى لبين ما يخلص input output، بيرجع لها الكنترول مباشرة بعد ما تعمل request، بتكمل البروسيس شغلها أثناء input output operation data transfer، وبس يخلص ويصير الانتربت بتوقف البروسيس، تعمل handling للانتربت بعدين بتكمل شغلها. في هاي الحالة ممكن البروسيس تعمل أكثر من input output request بنفس الوقت لأنها ما بتستنى، بتكمل شغلها. إذا كان الـ Input Output Request الجديد على نفس الـ Input Output Device اللي شغالة بالـ Request الأولاني، عشان ما يضيع الـ Input Output Request الجديد بينحط الـ Request الجديد في Waiting Queue تبع الـ Device، بس يخلص الـ Request الأول بيبدأ تنفيذ الثاني. في الـ Asynchronous إذا بدي الـ Process تستنى لبين ما يخلص الـ Input Output بخليها تستخدم Wait System Call. Device status table، كيف بعرف إنها الديفايس مشغولة بـ input output request أو لا؟ بيكون عندي في السيستم device status table، يحتوي على الـ ID تبع كل الـ devices اللي موجودة في السيستم ومعلومات عنها، من ضمن هاي المعلومات الـ status تبعتها إذا إنها هاي الـ device busy بـ request معين أو لا، و pointer على الـ waiting queue تبع كل device. Input Output Operations Form، في عنا 2 forms لل Input Output Operation، Interrupt Driven and Direct Memory Access. في ال Interrupt Driven Operations كل ما Device Controller بينقل 1 byte من ال Device إلى ال Local Buffer بيطلع Interrupt لل CPU، هاد يعني إنها ال CPU إلها دور كتير كبير في ال Input Output Operation. هاي الطريقة مناسبة لنقل Small Amount of Data في ال Low Speed Devices. في الـ Direct Memory Access في هاي الطريقة الـ Device Controller بينقل Block of Data Directly من الـ Device Buffer إلى الـ Main Memory بدون تدخل الـ CPU. تستخدم هذه الطريقة لنقل كميات كبيرة من الـ Data في الـ High Speed Devices. This lesson has ended. Next lesson will be about Storage Structure.